بسم الله. موضوع جديد والنقطة رقم 47 بتتكلم عن الرسوم البيانية الهيكلية. معلش بس خلي بالكو، رسمة بتبين الهيكل. الهيكل ده زي العمود الفقري، يعني العمود الفقري يعتبر هيكل الإنسان، وشاسيه العربية يعتبر هيكل العربية، وهيكل الشركة له شكل تاني هو اللي احنا هنتكلم فيه، الهيكل المنظمة او هيكل شركة. بيقول لك انشاء رسم بياني، يعني يبين هيكلي مع ابراز علامات التدرج فيه باستخدام سمات صفات، يعني بناء الرسم الهيكلي المدمج في برنامج الباوربوينت. معلش اصبروا ونشوف معنى ايه الكلام ده. تعالوا انا مجهز لكم حاجة هنا اهو ونشوف يا سيدي. احنا لو عندنا شركة اسمها شركة الكمبيوتر الحديث، شركة لها مفهوم جديد للانتاج والتطوير والبحث العلمي. معلش نمشي معها. الهيكل التنظيمي للشركة، انا بصراحة لما جيت قلت الهيكل التنظيمي للشركة انا عارف، لكن قلت ادخل لان انا معرفش قوي، فادخل على الانترنت ودخلت على الويكيبيديا وسألت الويكيبيديا ايه هو النظام الهيكلي أو فقال لي نظام الهيكلي هو النظام المؤسسي الهيكل تنظيمي لمؤسسة ما، يتكون عادة من الأنشطة والمهام التي يتم توزيعها بين العاملين بالمؤسسة والقيام بعمليات التنسيق والإشراف. يعني أنا مش فاهم برضو، يعني هو بيقول لك إن دي شكل واداني شكل كده، قال لك خلي بالك دي مثلا لحظة واحدة هتظهر لي، قال لي إن دي عمان، وادي السلطان الشيخ قابوس، سلطان قابوس، وادي تحتيه الناس بيشتغلوا كذا، وبعدين تحتيه ناس بتشتغلوا كذا، وبعدين الوزارات كلها والوزارات تحتيها كذا، يبقى ده نظام اداري. لا 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 تعالوا نفهمها بقى. فقال لك هو ببساطه رسم الهيكل للتنظيم هو رسم للمعلومات عن كيفيه تنظيم العمل الاداري بالشركه او المؤسسه أو الحكومة أو الوزارة أو بأي عمل فيه يكون منظم فيه رئيس ومرؤوس ونائب أو مساعد. ماشي الحال؟ فده بيقول لك إزاي لما أجي أرسم الهيكل التنظيمي هبين إيه؟ هبين كيفية العمل الإداري وتنظيم العمل الإداري بالشركة. ده اختصار أنا اللي عامله. وتعالوا نشوف مثال على كده. لو جيت قلت لك أن شركة الكمبيوتر الحديث يرأس الشركة مدير ويكون مسؤول عن جميع إدارات الشركة، يكون للمدير نائب ينوب عنه في حالة غيابه أو في حالة أي تخصصات أو في أي تخصصات يوكله بها المدير أو مجلس الإدارة. يرأس المدير أيضا إدارة الجودة، تتكون إدارة الجودة من قسم مراقبة الجودة وقسم البحث العلمي، قسم المشتريات وقسم المبيعات وقسم الانتاج وقسم شؤون الموظفين وقسم المحاسبه تحت الايه، تحت المدير. قسم الانتاج يتكون من كذا، قسم المحاسبه يتكون من كذا. قال لك دي الشكل ده فهمت منه حاجه ولا لما يكون بهذا الشكل؟ مدير الشركه تحتيه اداره الجوده هو بيديرها وعنده نائب. خلاص اداره الجوده تتكون من مراقبه والبحث والتطوير. مدير الشركة تحتي 1 2 3 4 5 إدارات، قسم المحاسبة أو إدارة المحاسبة، المشتريات، المبيعات، الإنتاج، شؤون العاملين. المبيعات تحتيها بيديرها في ناس بتدير السوق المحلي وفي ناس بتدير التصدير، وهكذا وهكذا وهكذا. الشكل ده أحسن بكتير. هو ده الهيكل، عامل زي العمود الفقري، عامل زي الشوكه بتاعت السمكه، ادي هو وبعدين نازله تحت ودي في كذا وكذا، فاهمين ان شاء الله، او عظم السمكه يعني. فدي الاداره، انا بدير الشركه بهذا الشكل معايا. طبعا دي اسهل بكتير واحسن بكتير، تعرف ان المدير بيدير كل دول، هو اللي فوق ده كله، وان التصدير مسؤول عنها مدير قسم المبيعات، والمبيعات مسؤول عنها المدير، وهكذا. ولما يجي الواحد من دول من الناس اللي تحت اللي شغالين، على فكره لسه في تحت المحاسبه حاجات، محاسب اول او مدير محاسبه، وتحتيه ناس مساعدين، والمشتريات برضه ناس كذا، والمبيعات تحتها ده في السوق المحلي في ناس مندوبين وفي ناس رئيس للمندوبين وفي مشرفين، وكل دول تابعين للسوق المحلي. يعني مين رئيسهم؟ رئيسهم رئيس السوق المحلي،
ومين رئيس السوق المحلي؟ رئيس المبيعات، وهكذا. ده حتى لما يعملوا تقرير يعملوا تقرير رئيسهم المباشر، لان غلط ان الواحد يتعدى على رئيس المباشر. كل ده باين في الشكل لكن مش باين في الكلام. يبقى اذن الشكل ده احسن من الكلام. ما تيجي نعمل ونشوف بيتعمل ازاي الكلام ده. الهيكل التنظيمي لما تيجي تعمله، انا بس هغير طريقه العرض خلاص، انا عايز اللي انا جاي من الشمال لليمين، انا عايز من الصفحه الرئيسيه واقول له الفقره بتاعت اللي انا شغال فيها من اليمين الى الشمال، مش من الشمال الى اليمين. وعذرا دي مش في الايه، مش في الدرس، ولكن لازم نعملها دلوقتي يستحسن. نعم، لما نيجي نعمل ندرج تخطيط هيكلي او هيكل تنظيمي او رسم بياني للهيكل التنظيمي، مش هنحتاج ادراج مخطط، لا، اللي جنبيها ادراج رسم سمارت ارت، نضغط عليه هيطلع لي. اللي مطلوب مننا في هذا المنهج هو الشكل الهرمي اللي انتم شايفين، اللي بنعمل ليه المخطط الهيكلي، اللي بنعمل بيه بالانجليزي بيسموه organizational، اللي هو organizational تنظيمي chart، يبقى مخطط تنظيمي، او organizational structure، او برضو هيكل تنظيمي اللي هو من هنا، ونختار اول واحدة اللي هو المخطط الهيكلي. ده اللي مطلوب مننا. ماشي ماشي. او منين برضو؟ هنقول من ادراج، وبعدين برضو بنفس الشيء سمارت ارت، سواء من هنا او هنا، كل واحد نضغط عليه. نعم، ونقول له انا عايز مش الكل، انا عايز عشان اسهل ولا دائري، انا اختار هرمي. نعم، كل دول مش مطلوبين، ان مطلوب الهرمي بس، مش الهرمي ده، الهرمي ده. وبعد كده ندخل على المخطط الهيكلي، هو ده اللي مطلوب، نضغط عليه ونقول له موافق. نعم، لو نيجي نفتكر هنا كان مدير الشركة، مدير الشركة. نعم ماشي. هنا النائب، ده هو عامل لي نائب اوتوماتيك، نائب مدير الشركة. يبقى هنا نائب، شايفين شكلها ازاي؟ نائب مدير تحت المدير، مش المدير لكن فوق الايه، الادارات، نائب مدير الشركة. وبعدين طيب هنا النص هنقول قسم المحاسبة، بالماوس اللي بعديه المشتريات، بالماوس اللي بعديه المبيعات، بالماوس، لا ده مفيش بعديه، فباجي عليه كده واضغط عليه اختاره، وباليمين اقول له اضافة شكل. ايوه، قبل ولا بعد؟ لو احنا من العربي، من العربي جايين من اليمين للشمال، يبقى ايه؟ اضافة شكل بعد، هيروح مديني ايه؟ لا، ده العكس. المهم هتراجع واقول له باليمين خلاص، واقول له اضافة شكل، واقول له شكل قبل، ادي يا سيدي قبل، وهنا هيكون ايه؟ الانتاج، وكمان مرة اجي عليها باليمين واقول له اضافة شكل قبل، او اجي على مدير الشركة وباليمين اقول له ايه؟ اضافة شكل تحت، اضافة شكل ايه؟ لاسفل، فهيضيف لي واحد في الاسفل، بس هيجيبها لي الناحية دي، مفهوم؟ لان اسفله ده مش مساعد، ده اسفله، فممكن بهذا الشكل، وممكن ايه بهذا الشكل، بهذا الشكل يبقى زميل. يعني انتوا عايزين حتى اسفل معناه مرؤوس، وده هو الرئيس، يبقى رئيس ومرؤوس ونائب. ونيجي هنا نكتب ايه؟ احنا قلنا شؤون العاملين تحت، ما تحاسبونيش طبعا على صحة الهيكل من عدمه، احنا بنديه كمثال. تحت المبيعات هنحط ايه؟ باليمين هنقول له اضافة شكل ايه؟ اسفل، مرؤوس ده مش رئيس، مرؤوس اعلى يبقى رئيس، انما ده اسفل، ادي يا سيدي اسفل، وده هنقول له ايه؟ السوق المحلي، وهنا اللي بعديها هنضيف من هنا بقى ونقول له برضو اسفل، او من عنده زميل لي اضافة شكل ونقول له اسفل، ونقول له ايه؟
هنا هو هيكون ايه؟ السوق الخارجي. وهكذا ماشي. برضو نفس الشيء الانتاج، خلاص هنعمل الانتاج باليمين نقول له اضافة شكل، ونقول له شكل اضافة شكل اسفل، وهنكتب اضافة شكل اسفل المنتج الانتاج الالكترونيات خلاص. وكمان مرة واحدة كمان نيجي هنا وباليمين ونقول له اضافة شكل قبل او بعد مش هتفرق، راح حطت لنا البرامج. يبقى دي شركة ايه؟ كمبيوتر بتنتج برامج وبتنتج هاردوير، سوفت وير وهاردوير. نسينا حاجة معلش، نرجع قسم الجودة. قال لك قسم الجودة دي تابعة زي نائب المدير، تابعة للمدير مباشرة. فباليمين وقول له لو سمحت اضافة شكل، وقول له اضافة مساعد. ده بيساعده قسم الجودة، بيساعده على انه يعمل اجادة لكل دول، فده فوقيهم كلهم وتابع للمدير مباشرة مش تابع لحد تاني. يبقى ده اسمه ايه؟ الجودة. الجودة في ايه بقى؟ في يعني ادارتين او قلمين او قسمين اللي انت عايزين تسموه اضافة شكل، اللي هو نمرة واحد هنقوله للاسفل، ونقول له نمرة واحد المراقبة، المراقبة. والقسم الثاني بتاع البحث والتطوير عشان يطور ويعمل جودة أزيد وأزيد. أدي إضافة شكل للأسفل، نقول إيه؟ البحث والتطوير بالشكل ده. هو في الدرس ده عرفنا إيه؟ عرفنا إيه هو الهيكل التنظيمي، وقلنا ايه الهيكل التنظيمي. قلنا الهيكل التنظيمي هي المعلومات عن كيفية تنظيم العمل للإداري بالشركة أو المؤسسة أو الحكومة أو الوزارة أو أي عمل منظم فيه رئيس ومرؤوس ونائب أو مساعد. وبعد كده تعلمنا، شفناه لما بنيجي نكتبه بهذا الشكل، إنما لما نيجي نرسمه بيبقى رسم أحسن بكتير، بيوضح مين اللي أعلى من التاني، بيوضح مين إدارة الجودة دي بتدي بترجع الريبورت أو بتدي التقارير لمين، وتوضح شكل كل الشكل المنظم للإدارة أو منظم للعمل بتاعنا في الشركة. وبعد كده تعلمنا إزاي نعملها بنفسينا، وقلنا إما بنروح لإدراج ونقوله إدراج رسم سمارت آرت، أو زي ما احنا قلنا لما نكون عندنا حاجة جديدة بنضغط على سمارت آرت بيطلع علينا الشكل ده. بنختار من الهرمي، ونختار الهرمي اللي هو المخطط الهيكلي، ونقول له موافق. من الموافق بنبتدي نملى هنا اهو، نحط لو في ازيد من هنا بنختار هنا، وبنقول له باليمين اضافه شكل يا اما قبل يا اما بعد، ونضيف الاشكال. ولو نائب او مساعد بنختار الشكل ونيجي باليمين نقول له اضافه شكل، ونقول له اضافه مساعد. ونتقابل إن شاء الله مع بعض في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. لسه في الرسوم البيانية الهيكلية، وقلنا اللي هي إيه؟ نرسم رسمة تبين هيكلة منظومة. فالدرس ده بيقول لك كيفية تغيير البنية الهيكلية لرسم بياني هيكلي. والدرس اللي بعديه بيقول لك إيه؟ إضافة إزالة زملاء مرؤوسين رؤساء يا سيدي في رسم بياني هيكلي. وتعالوا نشوف بنعملها إزاي تغيير البنية الهيكلية. تعالوا نرجع نشوف، نبدل الإطار ونعمل الإطار الأساسي بتاعنا. آدي الهيكل بتاعنا، أغير إزاي البنية الهيكلية؟ قال لك يا سيدي ترقي واحد أو تنزل واحد. يعني مثلا عندنا الرجل بتاع السوق المحلي هترقيه وتخليه رئيس. نعم. قال لك تعملها ازاي؟ قال لك تروح في تصميم وتقول له ترقية، الرجل ده يترقى فوق، فرقناه فتغير الشكل الهيكل لانه بقى رئيس يرأس كمان السوق المحلي والخارجي، وفصلته وغيرت شكل الايه؟ الهيكل. لو والله مش عاجبك خفضه يا سيدي تخفيض، ينزل تحت ادي هو. ولانه في القاع
واخد بالك؟ دلوقتي مفيش تخفيض، هيتخفض على ايه؟ ده هو اخر واحد، انما لما ترقيه بيترقى. نفس الشيء رئيس قسم المراقبة يترقى خلاص. الجودة هتلاقي عنده حاجتين، يترقى ويبقى مدير الشركة، او ينزل ويبقى من ضمن الايه، من ضمن لو عملنا له تخفيض هيبقى من ضمن الاستاف اهو، او نقول له لا 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 احنا اسفين، ده الراجل ده احنا كنا عايزين بقى نرجع تاني للمراقبة، نقول لا ده الراجل ده احنا من التصميم عايزين نرقيه، هيترقى تاني زي ما انتم شايفين رقيناه فوق، كمان نرقيه فوق كمان بقى في الايه، في اللي فوق في المراقبة والبحث والتطوير. يبقى انا عمل ايه؟ تعالوا نائب الشركة، نائب مدير الشركة لو اترقى هيبقى ايه؟ زي المدير، ترقية، هتلاقيه اترقى فوق خلاص. ادي بقى في نفس بقى ترقية، بقى هو المدير ومدير الشركة اهو طلع بره، لا نرجع ونتراجع عن اللي احنا عملناه عشان نرجع النظام زي ما كان. يبقى اذا هي دي عملية الايه؟ الترقية وتخفيض الموظف، نرقيه فوق ينخفضه تحت درجة. ده تغيير الهيكل، نعم. انما تغيير التخطيط باشكال مختلفة، احنا عندنا ده مخطط هيكلي، عندنا اللي جنبيه تسلسل هرمي، انا بس بوقف الماوس عليه شوية، عندنا اللي جنبيه تسلسل هرمي مسمى، وعندنا نضغط على ده هيدينا الاشكال كاملة هي اللي موجود عندنا، 1 2 3 4 5 خلاص. ده يعتبر من اصلحهم على الاطلاق للتخطيط الهيكلي، ده برضه بينفع وده بينفع، ولكن ده المخصص للتخطيط الهيكلي التنظيمي للشركات. في بعض الاحيان بتبقى عايز عملية التمييز، فعندنا هنا نماط سمارت ارت، تغير الشكل. اذا تغير الشكل قال لك في تغيير الوان وفي تغيير اشكال. الاشكال ادي الشكل اللي عندنا، في شكل تاني تخيلوا اهو، بس وقفت عنده شفتوا الاشكال اتغيرت ازاي، بقى في اطار ابيض وفي ظل، في بعد كده ادي شكل تالت، ادي شكل رابع، ادي شكل خامس 3D، تحس انه في 3D طلع شويه ثلاثي الابعاد، واشكال كثيره هتلاقوها امامك تقدر تختار منها الانسب في الشكل بدون ما يخل بالمضمون. الشكل حلو اي نعم، لكن اهم حاجة ان احنا نأكد على المضمون وعلى الفهم، ما نختارش شكل زي مثلا شكل من الاشكال ده ونلاقي الكلمات ما بقتش تتقري، لا احنا عايزين الكلمات تتقري. فلذلك زي ما قلت لك يعني انتوا اعملوا اشكال جميلة واختاروا الاشكال الجميلة، بحيث ان ايه المفروض دي عملية عقلية يعني سهلة، بحيث ان هو لا يخل بتوصيل الرسالة اللي انت عايز توصلها. تغيير الالوان، فعندنا لو ضغطنا هنا هيقول لك انا ممكن تغيير الالوان، ادي هو الراس كذا والفرع كذا، لو ضغطنا هتلاقي مدير الشركة بلون، واول زي ما بيقولوا اول ليفل بلون اللي هو الاحمر ده، والليفل الثانوي اللي تحتيه بلون تاني زي ما انتم شايفين حاليا. وتختار الالوان وتمييز الالوان، عندنا ملون، عندنا تمييز واحد، تمييز اثنين، تمييز ثلاثة باشكاله المتعددة، اختار اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه زي ما انتوا شايفين. بالشكل كده احنا خلصنا النمرة 49 تقريبا، لا 48، تعالوا نشوف كده، خلصنا رقم 48 اللي هي تغيير البنية الهيكلية. نيجي للرسوم البيانية الهيكلية رقم 49، أضافة وإزالة زملاء مرؤوسين في رسم بيان، ودي أخذناها يعتبر في 47، لكن تعالوا نكررها ونعملها تاني لأهميتها، لأنها بتيجي في امتحان الأيسريال. نائب مدير الشركة قال أنا عايز سكرتيرة أو عايز مدير مكتب، فباليمين اقول له اضافة شكل، اضافة الشكل ده هتضيف ايه؟ انا هضيف تحت، تحتي، يبقى تقول له اسفل، اضافة اسفل، فهيضيف لك واحد اسفل نائب مدير الشركة، ونكتب هنا السكرتارية او مدير المكتب، السكرتارية، وادي عملناها بهذا الشكل. احنا اضفنا ايه؟ اضفنا بالضبط كده تحتي سكرتارية، يبقى تحتي مرؤوس
يبقى نائب المدير مرؤوس، السكرتير السكرتارية دي مرؤوسة من نائب مدير الشركة. ماشي ماشي. جينا الشؤون العاملين خلاص عايزين نضيف لها برضو مرؤوس، ومثلا هنقول ايه، او بلاش المحاسبة هنضيف لها مرؤوس، مش عارف انا نقول برضو اضافة شكل، ونضيف شكل اضافة شكل الاسفل، والمحاسبة اقسام. فدي مثلا ايه الرواتب، الرواتب خلاص اللي هو البيرول، انا بقول مثلا، وبعدين المحاسب خلاص ندي باليمين اضافة شكل، ونضيف شكل برضو للاسفل ونسميه هنا اسفل، يعني هو على نفس وزميل للرواتب، ونقول له هنا المدير المالي، المدير ايه المالي بتخصصاته، واخدين وما تحاسبونيش لان انا ما اعرفش اداريا مش عارف كويس، ولكن ما تحاسبونيش. الرواتب جم برضو ان هنقول هنا كمان قسم تاني او قلم تاني، اضافة شكل واضافة شكل، يبقى ده ايه بقى اضافة شكل بعد او قبل، يبقى زميل للرواتب، يبقى بنفس الايه في نفس المستوى. طب المدير المالي عايزين نعمل كمان المدير الاداري والمدير التنفيذي، دول زملاء للمدير المالي باليمين، ونقول له اضافة شكل بعد ولا قبل، كل واحد ادي هو، وقال لك المدير المالي على نفس، شايف نفس دول مش تحتيه، هيبقى نسميه ايه المدير مثلا الاداري خلاص. وفي عندنا مدير تنفيذي كمان، مدير تنفيذي. طيب كمان مدير تنفيذي تحت المدير المالي وتحت المدير الإداري، مساعد المدير المالي، مساعد المدير الإداري، أو محاسب أول، محاسب تاني، أو رئيس محاسبين، بنقول له عايزين أسفلها إيه رئيس أو كبير المحاسبين، يبقى دي تحتيه، يعني ده مرؤوس. تغيرت الأشكال، والله مش عاجبك السوق المحلي وعايز تغيره وتشيله، تيجي عليه باليمين اهو باليمين، وتقول له حذف، احنا عايزين نحذف قص، شيلته كده. بعدين السوق الخارجي كمان عايز تشيل ده، تقول له ايه قص تشال، ماشي الحال. عايز في المبيعات تضيف محاسبين، كبير محاسبين، تشيله من هنا وتحطه هناك، هل يمشي ان احنا نمسكه كده ونشيله ونحطه هنا؟ ايه ده ازاي ما تشالش، يتحط ولا لا تحتيه، ادي هو ونحطه تحت الراجل ده، ولا ما يتحطش؟ لا لسه لحد دلوقتي ممسوك. اوكي ونقفل ده في 10.